حور. ايش صاير؟ شو السالفة؟ حور؟ ايش فيك تحكي؟ ما تحكيني يبا، ايش فيك؟ تحكي لا تخرعيني، ايش فيك؟ رضيت بكل عيوبه، لأن أنا أدري إنه هو من داخله طيب. وصلت لمرحلة قلت إني ما أبي أشرح عليه كلش. تعبت وأنا أتعامل معاه إنه مريض نفسي. شنو؟ مريض نفسي؟ يعني شنو وهو يراجع دكتور؟ أنا وديته بنفسي وما عندي أي مشكلة، زوجي وأحبه وما أرضى عليه، بس أمه من دارت قلبت البيت كله فوق راسي، تقول لي أنتي غصب تبين تجننينه. خلاص تعبت، أنا بالعة موس وساكتة مو قادرة أتحجى. وهو وين الحين؟ طلع. ما عندك سالفة؟ كان نطرتي يرد البيت وقلتي لأخواته ايش سووا فيك؟ شنطرة وقفوا قدامي وطلعوا كل ملابسي من الكبت، ما احترموا أي خصوصية، حتى أمه تحط ملابسي بالجنطة وتقول لي طلعي برا بيتي. مو على حبيبتي، خلاص ما علي. فواز وينه؟ طلع يقول عنده شغل ضروري. أي شغل ضروري؟ توه قاعد ما عنده شيء. إيش دراني؟ ما دق عليك ريلك؟ لا، صغير تبي دق. صدق؟ دامش تدرين بهالشيء، يعني أنت مقتنعة إنه ما له ذنب اللي سويته أمه وخواته؟ لا حبيبتي، هو بيدق علي عشان يتأكد أنا وين، لا أكثر ولا أقل. زين قومي معي. وين؟ بيت أمي. بعد وين؟ لا لا تكفين، كلش مو وقتي أشوف أمي، ماني ناقصة، خليني قاعدة هني ببيت فواز وفرصة بعد مرته مو موجودة. مو عشان مرته مو هني إحنا لازم نمشي. تدرين إذا شمت خبر إن إحنا هني ولا بتنامين عندها إيش بتسوي؟ نعم نعم، شكو فيها أنا؟ أنا قاعدة ببيت أخوي وهو راضي. مو حبيبتي، أخوك لو راضي كان ما هدش وطلع. تدرين طلعته هذه إيش معناتها؟ معناتها شيء واحد، إنه ما يبي يحرج نفسه ولا يبي يحرجك، يقولك تنامين عندنا. معقولة؟ إيه، وبينه وبينك أنا ما لومه. شنو اللي ما تلومينه؟ شهالأنانية، ترى أنا أخته. الأنانية حبيبتي إن إحنا نكون سبب في هدام بيته، كافي بيوتنا إحنا قاعد تخترب. قومي يلا قومي. متى بترد؟ زين طلعي برا، شيلي جناط حور. شنو يعني ما تقدرين تشيلين جناط؟ شد دلع، شو وظيفتك انتي؟ اوه كان زين امي تدارينا كثر ما تداري هالخدم. واي حصانة، ما ابي اشوف امي ولا انا ابي اشوف، اصلا انا ما اكلمها الحين. بس ما عليه حور، يعني بيت امي احسن من بيت حنوف. يلا يلا خلينا نرتاح. يلا حبيبتي تعالي، جيبي جيبي هسه جيبي، تو ظهرك يعورك ما تقدرين تشيلين. ايش هاليار؟ دشي دشي حور حبيبتي، روحي ريحي بدارك. غزن شلونك؟ ما حاجيك انتي. لا تكفين، ابيك تحاجيني تكفين.
الغريبة، أمي ضافة هالميانين وهالخدم وبناتي خايفين يزورونها، وين الشؤون عنها؟ لحظة كارون، لحظة. سمعي، حور وايد تعبانة هالفترة، ما بي أحد يدش عليها كلش، فاهمة ولا لا؟ أنا بروح المدرسة أجيب اليهال. زين، مو مشكلة. أمي متى بترد؟ أما يطلع الصبح يقول يمكن بالليل يجي. لا تقولين له إن أنا جيت مع حور، فاهمة؟ ما لي خلق مشاكل. زين زين. يلا مع السلامة. كورونا. نعم كوزين. وين إقبال؟ أنا يقول حق أنت أما إقبال تسافر. ليش ما قلتي هالكلام حق حصة أن أم إقبال سافرت؟ ليش بس أنا اللي أعرف؟ وين إقبال؟ كورونا إقبال راحت له؟ حق من وروه؟ حق الديب. ما جيت، ليش ما شيل تليفون؟ إقبال مو هني. هني ولا مو هني؟ أنا شبي فيها. أعطي هذه حق حور.
حنين. 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 حياتي انت شايبة هني؟ السلام عليكم. أنا شفتها هناك ولمحتك من بعيد، قلت أكل هذه قطوتك فجبتها لك. هي تدل دربها، كان خليتيها بروحها. هي تحب تعيش بحرية، ما تحب أحد يتابعها ويشوفها شو تسوي. أنت مو عربية؟ نعم. أبسطها تضيفيني ولا ما عندك قهوة؟ اي صج، انا اسمي هدى وانتي شنو؟ يعني تعدي موقع تعارف ولا فيسبوك؟ لا تفهميني غلط، بس انا استانس يعني لما اشوف واحده بعمرك عندها فيسبوك ومتطوره. تعرفين ان في ناس للحين ما يعرفون يتعاملون مع الايميل؟ احنا الحين وصلنا ل 2011، واضح انك متطوره ومواكبه العصر. على العموم اذا ما تبين تقولين اسمك على راحتك، انا بشرب قهوتي وبمشي. إذا تبين أمشي من الحين ترى بمشي. كملي قهوتك.
أنا عارفة إن الجو بارد ما ينفع حق بحر، بس أنا بحكم شغلي نادر ما يكون عندي إجازة. واليوم عاري إجازتي وقلت لازم أحللها. ليش انتي شنو تشتغلين؟ أنا طبيبة. طبيبة شنو؟ طبيبة أطفال. أطفال؟ يا بختي عيالك فيك عيال. عيالي؟ انتي ما عندك عيال؟ إيه عندي. هناك. تعرفت عليه قبل 3 سنين. كنت كل ما أروح المستشفى ألقاه بوعي. أذكر ذاك اليوم كان عندي خفارة وكنت مواصلة يوم كامل ومو نايمة وشكلي مو مرتب. شافني وأنا كذي وخطبني على طول وافق. حسيت إن هذا الرجال اللي أنا رجال ما تهمه لا المظاهر ولا الشكليات. ما تلاحظين إنك قاعد تكلميني عن موضوع وايد شخصي وأنتي ما تعرفيني؟ عادي، قلب ارتاح لك. وبعدين لحظة، ترى أنت اللي سألتيني عنه. لا، أنا سألتك عن عيالك وأنت اللي فتحتي الموضوع. هو عيالي. ما عمرك حسيت إن ريلك وهو ولدك اللي تخافين عليه؟ حسيت. قاعد ياخذ عينات ماي من البحر ويقارنها بعينات ماي ماخذها من اماكن ثانيه. اماكن ثانيه؟ ايه، من شارع الخليج، المصانع، ومن الخيران، وبعدها يقارنهم في بعض. ما شاء الله، شكله يحب شغله وايد. لا، هذا مو شغله، هذا مجهود شخصي منه. إذا مو شغله أهلي شلون يعرف يفحص الماي ويعرف إذا ملوث ولا لا؟ لأن هذا التخصص اللي أدرسه، بس مو دائما الواحد يكون شغله مرتبط بتخصصه. هذا المفروض. المفروض شيء والواقع شيء ثاني. وشنو النتيجة اللي توصل لها بعد كل هذه الفحوصات؟ قرر إنه ما يتسبح في البحر. ليش؟ Thank you.
هذا زوجي قيس. اهلا وسهلا قيس، شلونك؟ ايش فيك خالتي؟ ليش بتقعدين هني؟ مضايقك الكرسي؟ اهلا قيس، تفضل اقعد على الكرسي حياك الله. يقولك مشكورة، يبي يقعد على الأرض مثلنا. تحشون فيني شو تقولون؟ لا والله حشم، قالين حش فيك. بس قيس ودي اخذ كم صوره للقطوه، ممكن؟ ايه اكيد. هي روح روح تشك تشك روح. الله يخليكم إن شاء الله حق بعض ولا يحرمكم من بعض. أنت تعرفين الحب؟ إيه أعرفه، وساعات يكتب عنه. إنزين ليش ما تكتبين؟ ما أدري، مو كل شيء بداخلي أحس إني أنا أقدر أترجمه على ورق. الله، كلامك كلام أدباء. يعني أقصد اللي قاعدة تقولينه كنا شعر، وهذا حلو بحد ذاته. أكيد الحب يخلي الواحد يقول شعر ويقصد. يا سلام، ما تلاحظين انك قاعده تقولين لي عن امور شخصيه وانا للحين حتى ما اعرف اسمك؟ ردينا على الاسم مره ثانيه. لا والله اضحك وياك، انا ما يهمني من تكونين، يهمني الانسان اللي بداخلك. دكتورة، دكتورة ناديني أم حنين. عن إذنك أم حنين، دقيقة بس. صاير شيء؟ لا ابد ماكو شيء.
بس حسيت انه ودك تسولفين معي، فقلت حق قيس ياخذ القطوه ويروح بعيد شوي عشان ناخذ راحتنا وما يقاطعنا. ليش؟ باين على وجهي اني ضعيفه محتاجه اسولف واشكي؟ لا بالعكس، انت اي انسان يشوفك يقول عنك قويه. وش معنى انت اللي حسيتي اني انا ابي اسولف؟ لاني طبيبه. طبيبه ومن قعدنا ما علقتي على مشيتي وتعابير وجهي وحركه ايدي؟ نظرات العطف والفضول ما يتقبلها اغلب مرضى الباركنسون. محنين محنين، انا تعبانه، انا تعبانه دكتورة، تعبانة. أنا آسفة سامحيني، ما حكيت عليك. شربي خالتي. إنك تعيش طول عمرك مريض شيء، وإنك تعرف المرض وإنت بكامل صحتك شيء ثاني. أنا حياتي تغيرت بعد الباركنسون. في واحد من الدكاترة قال لي أنتي من الحالات القلائل في العالم اللي عندهم سكر وباركنسون. يقولها وكأن هذا إنجاز يعني وفخر لازم أنا أفرح فيه. أنا متحسفة. متحسفة؟ متحسفة على كل دقيقة بجيت فيها وأنا بكامل صحتي. أنا لاحظت من بديتي كلامك وأنت ما قلت الحمد لله. الحمد لله عندك عين تشوفين فيها. الحمد لله ما عندك عوار يسهرك طول الليل. ولا فحوصات المرض شايل وناطرة نتيجتها. أنت عندك عيال؟ عيال قول الحمد لله. الأمومة نعمة. ترى مو بس الدكاترة يفهمون الواحد، أنا أم وعندي بنات بعمرك. فهمت شنو اللي مكدرك من نبرة صوتك. أعرف معاناة الوحدة إذا تأجل عندها حلم الأمومة. اسمع لي، الله كبير، الله موجود. دكتورة، الله
الله كبير، الله موجود. أنا أدري إن جيتي هني ما تدش العقل، بس شو أسوي بظروفي النفسية كانت صعبة وما أدري. ليش ما تدش العقل؟ لأنك لو تقولين حق أي أحد قصتي وظروفي، أي أحد في مجتمعنا ما راح يصدقها. اللي ما يصدقون إنك محتاجة للعزلة والراحة النفسية بعيد عن كل شيء، هم نفسهم اللي يقطون فلوسهم على منتجعات غالية بآخر الدنيا بس عشان ينعزلون وما يشوفون أحد. صح، يعني أنا أشجع السياحة المحلية. بالضبط. ما تخافين انه هو اللي يسوق لك الطراد؟ لا، هو بحكم ظروفه ما يقدر اسوق. طبعا انا اللي اسوق الطراد. انتي؟ اي، وعندي ليسن بعد. قيس هو اللي شجعني. ترى هذا ولدك وهو اللي راح يبقى لك العمر كله، ديري بالك عليه. مشكوره خالتي. انت اللي مشكوره. الجو شكله راح يبرد، دفي نفسك بهالسكارف لين يرجع ولدك. مشكوره. توعديني انك راح تفكرين بموضوع العمليه؟ انا ممكن اكون دكتوره شاطره بس ترى انا مريضه خوافه. اوعديني انك بتفكرين. بشرط اذا انت وعدتيني انك تفكرين بموضوع جمعيه مرضى الباركنسون. أنا ما راح أسألك شلون راح أتواصل معك، راح أحترم خصوصيتك، بس بإذن الله أنا واثقة إني راح ألتقي معك مرة ثانية. الدنيا صغيرة، ديري بالك على نفسك خالتي. مع السلامة يا دكتورة. أمان الله. مع السلامة. مع السلامة يمه. مع السلامة. مع السلامة. دكتورة. اسمي إقبال. لحظة خالتي، دقيقة. إن شاء الله. الله يرزقك بالولد الصالح.
الله يرزقكم بالولد الصالح، الله يرزقكم. الشاعرة والأديبة القديرة إقبال خالد عبد الله، يكفينا فخراً أنك كويتية. ابنتك هدى. ليش ما ترد علي يا ماجد؟ ليش؟ رد. ماجد مسوي حادث؟ اتصلت بيك أكثر من مرة، لو من حاجة ما جيتك لحد بيتك. فلوس ما عندي، غيره؟ الموضوع مو موضوع فلوس، أنا أبغيك تيجي معاي المستشفى. إذا عندك معارف تكلمهم توصيهم بي. إن شاء الله إن شاء الله يصير خير. نعم أنا جيتي لك ما هي طرارة، لو كنت ريال وتحترم العشرة كنت وقفت معاه بهالظروف. أبسطت تصلح غلطة عمرك لما ضربته قدامي. يا لبيتي، تبين تعلمين الرجولة؟ أقول يبا روحي حق معزمة خلي ساعده. صحيح، أنا كيف راح عن بالي؟ راح عن بالك من الأول، روحي حق معزبة خلي فكنا. لا أنا ما أقصد اللي يشتغل عنده، أصلاً هو مسافر. أنا قصدي كيف راحت عن بالي أطلب المساعدة من واحد ما يعرف متى آخر مرة زار أبوه. يبي ياكل؟ لا امي ما ردت. لا وين راحت من الصبح؟ سيارتها واقفه برا. انا يقول حق انت اما يسافر. متى قلتي لي انها سافرت؟ انت قلتي لي طلعت. انا قولي اما سافر انت ما يفهم. ما قلتي لي انها سافرت. أما سافر بحرين، بحرين شغل هناك. ومتى بترجع؟ ما يعرف. كزنا 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 كورونا كزنا. انت ليش يجي مني؟ انا رحت المخزن كنت أدور على شريط. أقول لك تذكرين الشريط اللي عليه لزقة حمراء؟ شنو شريط كزنة؟ فيلم الرعب اللي كنا نشوفه في بيت بابا بدر، حتى أقبال ما كانت ترضى تخلينا نشوفه.
كزنة أنا كوف مشان أنتي، وأنتي يبيني يدور فيلم؟ ما يخالف، أنا يبي يشوف هذا الفيلم. إقبال مو في بيت، يعني عادي نقدر نشوفه. مو مشكلة، بعدين نشوف فيلم. يلا الحين داكل. زين تجيبي لي فيديو؟ وين أكو فيديو الحين كزنة؟ هذا قديم. كورونا كورونا، أنا ودي أشوف الفيلم. تدرين ليش؟ لأن أمهم طلعت من البيت إنزين وخذها واحد كان لابس قناع على شكل ذيب، ها؟ وبعدين حتى أبوهم ما قال لهم ترى أمكم عندي الذيب، لا، قال لهم إن أمكم مسافرة. تبين الصدق؟ كان حتى الذيب شكله وايد يخرع، حتى أنا كنت أركض أروح حق إقبال، حتى إقبال تزفني تقول أنت ليش تشوفين الفيلم؟ لا تشوفينه مرة ثانية، لا تشوفينه. كورونا، تذكرين الفيلم ولا لا؟ لا كزنا، ما يشوف. شلون أنت ما يشوف؟ كورونا الأم تذكرك أم رجعت حق عيالها ولا كلها الذيب؟ كزنة أنا ما يشوف، كزنة أنا ما يشوف. لا تذكري الأم رجعت ولا كلها الذيب؟ الله يخليك شوية تذكري. أنا ما يشوف كزنة. هذا إيش في ما يريدها؟ رد يا ماجد الله يهداك، رد. صاير هذا يرد. Oh, my God.